رسالة من البابا فرانسيس وصلت إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون، شكره فيها الحبر الأعظم على تهنئته لمناسبة السنة الثامنة لحبريته. وقال البابا فرانسيس في رسالته إن لبنان لا يمكنه أن يفقد هويته ولا تجربة العيش الأخوي التي جعلت منه رسالة إلى العالم بأسره، مجددا رغبته في أن تتحقق زيارته للبنان وشعبه الحبيب، ورافعا الصلاة على نية اللبنانيين لكي يحافظوا على الشجاعة والرجاء في المحنة التي يجتازونها، كما الدعاء إلى الله لكي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من دون هوادة من أجل الخير العام في بلاد الأرز. أتت هذه الرسالة بعد أيام على زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الفاتيكان وحديثه من على بابه عن الوضع الداخلي اللبناني. الوزير السابق المقرب إلى بكركس جعان أزي يقول أن الرسالة لم تأتي ردا على كلام الحريري، مشيرا إلى استياء الفاتيكان من كلام الرئيس المكلف. نوعية التصاريح اللي أعطاها دولة الرئيس المكلف سعد الحريري من قلب الفاتيكان بخصوص الوضع اللبناني وقوله أنه الرئيس عون عم بيعمل السياحة ببعبدة، يمكن ما لقيت كتير ارتياح بالفاتيكان لأنه شيء جديد. الفاتيكان متضايق من عدم تأليف حكومي وأنه بيحمل مسؤولية التأليف الحكومي أو عدم تأليفها للمسؤولين، ولما نقول المسؤولين ما فينا نستثني حدا. وأعتقد أنا بأنه قداسة البابا شعران بشوية انزعاج، لأنه بالأشهر الأخيرة بل بالأسابيع الأخيرة أجرى عدة اتصالات شخصيا ومن خلال كمان أمين سر الفاتيكان الكاردينال باروليني برؤساء دول وبرؤساء حكومات دول بخصوص القضية اللبنانية، وكان الجواب كلهم جواب واحد، يألفوا حكومة وبعدين نحن مستعدين نساعدهم. أزي أكد ثوابت بكركي القائمة على ضرورة تأليف حكومة اختصاصيين من دون أي ثلث معطل فيها لأحد، وتكون قادرة على التواصل مع المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.